رحلة نور ونقطة تحول كانت في حياة الشيخ خضر محمد أبو شقرة الفلسطيني الذي تنسم عبير الولاية وعبق الإمامة، فإذا به يفتح سيرة عن حياته وتحصيله الدراسي والمواطن التي لم يكن موجدا لجواب فيها على الأسئلة التي تدور في فلك الفكر، حتى وجد نور محمد وآل محمد، فكان كلام الذكريات. عن الشيخ خضر محمد أبو شقرة، فلسطيني متشيع متزوج ولدي طفل، حاصل على الشهادة الثانوية أدبي وعلمي. أسئلة بلا جواب حار بها الفكر، فكانت العقيدة التي اتخذت سابقا كأنما عاجزة عن إيجاد حل مرض للضمير. في المعتقد السابق قبل أن نتشيع ونهتدي إلى نور محمد وآل محمد، كانوا دائما يحذرون أن الشيعة يتكلمون بكلام غريب ولهم طرق وأساليب خاصة لكي تجلب الأشخاص إليهم، وعندما دخلنا في هذا المذهب وجدنا كل شيء بالعكس، وجدنا النور في هذا المذهب، في مذهب محمد وآل محمد. كنت فيما سبق من مذهب السني قبل أن أتشيع، لم يكن هناك فرق بين المذاهب الأربعة، فكنا كلها تعتبر مذهب واحد، وكنا معتقدين بها على أنها كما علمنا أنها هي المذهب الوحيد الذي هو مذهب الإسلام الوحيد. هناك كان تعتي مع كثير من المواضيع، من حتى في تفسير الآيات القرآنية والسؤال عن الصحابة، فلم يكن يجابوا إلا بالتهرب، فلم يكن هناك أجوبة مقنعة. كانوا في منطقتنا عندما يتحدثون عن الشيعة يقولون بأنهم كفار ولا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هم يتبعون علي بن أبي طالب ولا يؤمنون به بمحمد. في أحد أيام رمضان فذهبت إلى مسجد وكانت في يدي خلعة خضراء، فكسر الاستشكال، كل ما ينظر يقول لي هذه حرام. فسألت شيخ سني في المسجد، كنت صغير في العمر، أنه هذه شيخنا حلال أم حرام؟ قال لي أنت لأجل ماذا واضحة؟ قلت له أنا واضحة في يدي. قال إذا كانت لأجل التزين فهي حلال، أما لأجل شيء آخر فهي حرام. وبقيت مستغربا من هذا جوابه، ما هو الشيء الآخر الذي تجعل هذه الربطة في اليد حرام؟ فلم يكن هناك أجوبة. قصة الاستبصار لم تكن كبقية القصص، كانت نقطة تحول من طريق إلى طريق، فإذا بهذا الشيخ يجد النور كيف ومتى. كنت في صف التاسع إعدادي وجاء إلينا زميل في المدرسة وبدأ يتحدث لنا عن أن هناك شيعة ومذهب آخر، فنحن لم نكن نعلم بهذا المذهب، إلى أن طرح بعض الإشكالات، فنحن صراحة كان بالنسبة لنا كلاما جديد علينا ولسنا نعرفه، فبدأت الاستفسارات والأسئلة تدور لكي نعرف عن هذا المذهب الجديد. استبصرت في منطقة السبينة، هي منطقة قريبة من منطقة السيدة، كنت في المدرسة وكنا نأتي إلى هنا إلى الحوزة العلمية لنطالع بعض الكتب في هذه الأمور، منها صحيح بخاري وعما نسمع من الأحاديث لكي نتأكد منها بهل هي صحيحة أم لا. وبعد أن وجد الشيخ طريق النور، وجد أجوبة لكل سؤال في فكر محمد وآل محمد، فحن وعشق الأئمة عليهم السلام، فأطلق الصوت رسائل عشق لحجج الله على خلقه. صراحة في أن مذهبنا مذهب الجعفري ليس هناك شبهة إلا ولها حل على من سيرة أهل البيت وعلمائنا الكبار، فقد كان للأئمة دور كبير في حياتنا تأثرنا فيه، فقد كانوا
كنا في انزواء ومعزل عن ذكرهم، فلم نكن نعرف أبدا سيرتهم، وعندما قرأنا عنهم صراحة وجدنا بأن لهم أثر كبير في الحفاظ على دين محمد وآل محمد، وخاصة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه، حيث بذل الغالي والرخيص للحفاظ على هذا المذهب. وهنا بعد أن مضينا في سجل حافل ننتقل بين كلمة وأخرى، كانت هناك رسالة إلى العالم أجمع. أوجه كلمتي إلى جميع الأشخاص أن لا يسمعوا الكلام الظاهري، وأن يبحثوا ويحققوا، وأن يستفيدوا من كل لحظة في قراءة الكتب، وخاصة عن سيرة محمد وأهل بيته الطاهرين. الدنيا دار عمل للآخرة، بين علم وأمل وأمنية وعمل، وللأمنيات حديث. أتمنى من جميع المستبصرين الاهتمام بقضية السيدة الزهراء صلوات الله عليها، وعن مظلوميتها، والعمل على نشر مظلوميتها ومظلومية أهل البيت، ليرى جميع المذاهب والطوائف ما جرى على مذهب محمد وآل محمد. لابد في مسيرة المجد من أنوار تهديك إلى صراط مستقيم، مرة بكلمة وموقف، ومرة بمحاضرة ومجلس. كان هناك شخصين أحب أن أسمع لهما كثيرا، السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، والسيد المجدد محمد حسين الشيرازي، فكان لها الأثر الكبير في تأسيسي وفي حبي لمحمد، لمذهب محمد وآل محمد. فقد كان هناك روحانية عالية في المحاضرات تشدنا إلى هذا المذهب. وقبل أن تطوى صفحة هذه الحلقة، لا بد للعاشق المنتظر من كلام إلى معشوقه المنتظر، فكانت رسالة هذا العاشق في عالم علوي إلى العالم الأعلى والإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نطلب من مولانا عجل الله فرجه الشريف أن يطيب قلوبنا ويفرحنا بظهوره وبالثأر ممن ظلم أمه الزهراء وسيد الشهداء، وأن يحقق الحق.